السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل تطبيق 2G على حركة جسم على سطح أفقي للصف 11 علمي منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. المسألة رقم 1: النوع من المسائل على الطالب قراءتها جيدا وتذكر عمليات المتجهات من تحليل المتجه ومن إيجاد مركبات المتجه ومن إيجاد محصلة المتجه ثم الرسم. لا يستطيع الطالب في هذه الوحدة أن يحل أي مسألة من غير ما يرسم، من غير ما يسجل المعطيات والمطلوب. يدفع صندوق كتب وزنه، إذن هذا الوزن 325 نيوتن على أرض أفقية خشنة. إذن برسم أن الأرض الأفقية الخشنة وبرسم فوق الصندوق وبرسم الوزن، إذن هذه FG اللي بتساوي 325 نيوتن بقوة مقدارها 425 نيوتن واتجاهها يميل تحت الأفقي. انتبه لهذا، بزاوية 35.2. إذن بكمل رسم، برسم FN، لأن دايما عندما برسم FG برسم FN المعامدة للسطح، وبرسم القوة هذه F اللي بتساوي 4.25، وبرسم قوة الاحتكاك لأنه قال لي سطح خشن، وبرسم المستوى الأفقي اللي بده يحدد لي الزاوية اللي هي 35.2. إذن هذا الأفقي، هي تحت الخط الأفقي بهذا الشكل. فيتحرك بسرعة ثابتة، بننتبه أنه يتحرك بسرعة ثابتة. تتذكر من صف العاشر عندما يتحرك جسم بسرعة ثابتة معناته محصلة القوى على المحور X تساوي الصفر ومحصلة القوى على المحور Y تساوي الصفر. مباشرة خليها تتذكرها دائما، كلمة سرعة عبارة سرعة ثابتة معناته محصلة القوى تساوي الصفر. المطلوب جد معامل الاحتكاك الحركي، بدهم UK بين سطح الصندوق وسطح الأرض. ماذا نفعل؟ نلاحظ FK على المحور X وFN على المحور Y وجي FG على المحور Y، لكن F موجودة تميل على المحور X بزاوية 35.2. إذن بحللها لمركبتيها، هاي المركبة FX. لاحظت كيف أنا رسمت؟ لازم هذه مثل ما درس المتجهات إذا بتتذكر، من بداية من ذيل المتجه F رسمت متجه على المحور X، ومن رأس المركبة هذه رسمت متجه آخر على المحور Y. الخطوة اللي بعدها بسجل مجموع القوى على المحور X تساوي الصفر ومجموع القوى على المحور Y تساوي الصفر. هذه مين أعطاني إياها؟ هذه العبارة بسرعة ثابتة. بطبق على المحور Y مشان طالع FN، مجموع القوى على المحور Y تساوي الصفر، بجي للمحور Y. شو عندي على المحور Y؟ عندي FG في الاتجاه السالب، لذلك كتبت سالب FG. FN في الاتجاه الموجب، حطيت موجب FN. عندي المركبة هذه FY في الاتجاه السالب، لذلك قلنا سالب 425 في ساين. ليش ساين؟ لأنه هذا FY تقابل الزاوية 35 في ساين 35.2. بنرتبها بالترتيب والحساب تطلع لنا FN تساوي هذه القيمة. هلا بطبق مجموع القوى على المحور X، نقلت معي الرسمة ومجموع القوى على المحور X. بنجي بنشوف شو عنا. مجموع القوى على المحور X تساوي الصفر وتساوي كم قوة على المحور X؟ بشوف عندي هذه القوة اللي هي FX على المحور X، وعندي FK على المحور X. إذا موجب الـ400، هذه 425 اللي هي هذا في كوساين. ليش؟ لأنه هذا تجاور، هذا تجاور الزاوية 35.2. إذن بالكوساين ناقص ميو كي، هذه في الاتجاه السالب وهذه في الاتجاه الموجب. هلا برتبها بالترتيب تطلع عنا ميو كي في FN تساوي هذه القيمة وتساوي هذه القيمة. إذن هذه تساوي هذه بالترتيب وتطلع معنا هذا. ممكن خلصنا المسألة هذه. في أمان الله.